ثالث الصديق بسام معطر رئيس منظمة عتيد، جه ظرف طارئ عنده تسجيل فربع ساعة يمكن يلتحق بنا في النقاش، يعتذر منكم وإحنا باسمه نعتذر أيضا منكم. دونك مرحبا مرة أخرى. قلنا الديبان تاع اليوم، نقاش اليوم حول المشاركة السياسية في للشباب. شفنا من 2011، من انتخابات 2011 لليوم، بكل المحطات الانتخابية اللي مرينا بها، بالاستفتاء، بالبلدية، بالرئاسية، بالرئاسيات الأربعة، 2014 دور أول ثاني، 2019 2000 دور أول وثاني، تأسيسية 2011، 2014، 2019، وبلدية 2018، واستفتاء 2022. ومعت كل الأرقام سواء كانت تاليزي ولا حتى متاع جمعية مراقبة الانتخابات تقول أنه ثم نسبة مشاركة للشباب ماشية وتتراجع من 2011 لل 2022. احنا عشية الانتخابات كما نقول، وثم توقعات تقول أنه المشاركة باش تكون أضعف المرة هذه. هذا كلاش نحب نشوفوا ضيوفنا كيفاش يقراوا المشاركة الشبابية، شنو دور الأحزاب، دور المنظمات، دور الجمعيات اللي تعنى بالانتخابات في هذا الشأن. نحب نبدأ معك عفاف، انتم حزب تقريبا شارك في العمليات الانتخابية كل اللي بعد الثورة، كان الاستفتاء اللي ما ديتوا إلى ما قطعتوا به، دوركم يعني في تحفيز الشباب وإدخالهم وإدماجهم في الحياة السياسية وخاصة في المحطات الانتخابية، كيفاش ترى؟ أول حاجة شكرا على الاستضافة، وأنا فرحانة برشا اللي بيناتكم اليوم. مدبا كنا نحكيو بكريكة على أجواء كروية معناتها، ونحكيو على الكرة. قبل ندخلوا للمونديال وحتى كيف دخلنا وخرجنا وخسرنا، نسمعوا الناس ديما تقول علاش خسرنا، كيفاش خسرنا، فما 12 مليون محلل. في نفس الوقت ما نتسألوش علاش المغرب وصلت الدومي فينال، علاش ما جيناش 5-6-7 سنين قبل نقولوا كيفاش نجموا نبدلوا هذايا الوضع. بالنسبة لي مشاركة الشباب هي بالضبط كما راو فيها مشاركتنا في المونديال وتحليلنا ليه. أنا نحب نسأل السؤال اللي أنت قلته، شنية المقاومات اللي تخلينا نحنا ولا تخلي الشباب يجم يكون يشارك أكثر؟ شنو هو اللي يخلي اللي في وقت خاطر هو مشاركة الشباب في العالم الكل متراجعة وتراجعت برشا، وهذا من مش في تونس برك، وحتى في تونس من قبل 2011 وماشيين 2011 لتوا قاعدة تتراجع. السؤال هو في نفس الوقت هذايا فما في بلدان أخرى، بلدان عالمية فيها في رغم اللي فما زحف يميني وزحف شعبوي، فما بلدان يحكموا فيها مش فقط ناس من اليسار ولكن ناس في اليسار وشباب. معناتها عنا رفيقاتنا ورفاقنا في العديد من البلدان اللي هما شباب ومن اليسار. أنا بالنسبة لي باش نحكي أكثر شوية من دور الأحزاب خاطر هي منظومة مربوطة ببعضها. يظهر لي مشاركة الشباب ودور الشباب فما ثلاثة نقاط مهمين وبعد نجم نطوروا أكثر. فما أول حاجة الشباب بيدو والقدرة متاع الصمود والعرق في باش نقولها بطريقة أكثر في وسط هالمؤسسات هذية. فما المؤسسات والأحزاب اللي نحن منهم، ولكن الوضع السياسي المؤسساتي اللي وصل ذاته لدرجة هذه، وبيان سور فما الوضع الاجتماعي والمجتمعي وهذا يجب يحكي عليه ياسر سي جويلي. النقطة الأولى باش ناخو أنا بايزامبل نشوف رفيقة جاسيندا اللي هي في نيوزيلندا. رفيقة جاسيندا توا رئيسة الوزراء نيوزيلندا، صغيرة من 2017 وصلت، لكن كي نشوف الباركور متاحة جاسيندا دخلت للحزب متاحة، من بعد وصلت في المنظمة الشبابية، ترأست المنظمة الشبابية الانترناسيونال اليوزي، وتقدمت البرلمان في 2008، دونك بريسك 10 سنين قبل توصل رئيسة حكومة، شدت النيبة عامة للحزب متاحة خاطر هذا معناتها يرجع لقلب العمل الحزبي، ومن بعد وصلت للرئاسة الحكومة. يعني رفيقة جاسيندا ما تبسطش وهزت ورقة بروموسبور ولت رئيسة حكومة دانكو،
ومتأكدة أنا اللي هي في وسط حزبها قالوا لها كما قالوا لي أنا كما قالوا العديد من رفاق في الحزب صغيرة مازلت اسمع عايش بنتي خلي الكبير يتكلم راهو أنت ما تفهمش مش هكا السياسة لازم تكون عامل 25 سنة ومعنتها خلي بلاصة الأخرين. وحتى كي وصلوا للحكم أنا برشا قالوا لها خذ مثالش كتبت دولة للشباب والرياضة ولا وزيرة مرأة ولا حاجة هكا. هذا متأكدة لي من ناحية الأخرى نشوف رفيق آخر في الشيلي اللي هو بطريقة مختلفة لأنه خرج من ثورة ديريكت دخل للمجلس النواب تحمل مسؤوليته قاد هو كواليسيون دو غوش من هنا الرالي في قيادة الكواليسيون في تحمل المسؤولية وفي خوضان المعركة السياسية عمل دي كونسيسيون هو لم الناس autour de lui ووصل للمسؤوليه. هذه النقطه الاولى المهمه هو السؤال اللي انا متاكد الرفيق هذا راهو كيف اللي كانوا معناتها طريقه ما كانش معبد بالورود وسيغمون فما القادات اليساريه الشيليه اللي كانت معناتها صعيبه معاه وكل هذا. كيفاش يجم يكون الشباب متاعنا قادر اللي باش يعارك ويضرب ويواصل ويوصل للنجاح ويقود هو المرحله؟ خاطر الهدف متاعنا بالنسبه لي انا مش باش يكون هو معبي الاحزاب ولا يمشي يخطب ينتخب ولكن بالحق جواني عنا رئيس حكومه ووزراء ونواب ليكونوا السياسات العامه الجايه. هذا هو المهم. هنا نجي اللي من دورنا كأحزاب هو برشا منه تأطير وأعطاء القدرة للشباب باش يوصل للحالة هذه. بالنسبة لي هوني نرجع لنقطة مهمة اللي صارت في تاريخ الديمقراطية تو في تونس. نحكيه عن اللحظة الشعبوية متاع قيس سعيد في 2019 لكن صارت لحظة شعبوية قبلها في 2011 كيف نحن قررنا تكون عنا نظام معناتها برلماني تمثيلي. فما نقطة مهمة سيناها اللي هي الأحزاب. شو معناتها في وقتها ما فماش ديمقراطية ما غير نقابات ودور النقابات كبر وريناه شلعب الاتحاد اكسترا. ما فماش ديمقراطية ما غير مجتمع مدني والحمد لله المجتمع المدني كان يجب التأثر عطيناه المويان التمويلات التنظيم باش يأثر الشباب باش يتطور باش يكون يدافع ويتكلم. عنا الميديا رغم اللي معناتها كان لازم هاي كلتو اكثر اكسترا صار تطور وانفتاح رغم اللي ما صورش ما 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 معناتها برشا اصلاحات في الميديا وهذا نعرفوه. بقات الاحزاب قعد لو بارون بوفر واش قلنا لهم دبروا روسكم في التمويل اللي شخلي دبروا روسك ما هو كيما تحب انت. قانون الاحزاب اللي خرج خلى الحزب الفاسد ولا الحزب النظيف كيف يا تمشي تبيع ذمتك وتاخو تمويل الله أعلم منين يا تقعد فقير. به تقولي شنو العلاقة هذية بالشباب؟ راهو دور الأحزاب هو التأثير. دور الأحزاب هو خلق الفضاء اللي يخولك باش تنتقل من جهة لجهة تحكي معاه تعمل الندوات تكتب البرامج تحكي عليهم في الميديا. تقى زوز حاجات تقى ماكينات عظيمة ناس اللي التمويل متاع الأحزاب يجي كان من الأشخاص. معناتها حرمنا الأحزاب من التمويل العمومي اللي هو موجود راه في كل الديمقراطيات. حرمنا مش من التمويل العمومي برك ولكن أيضا من استعمال الأماكن العمومية للاجتماعات. معناتها أنا باش نعمل اجتماعات لازم نمشي قهوة لازم نمشي لوتيل ما عنديش بكو دو شوا باش نلم الناس وتوغ دو موا ولا نمشي لديارهم يلزم يحلون ديارهم اكسترا. دونك مشكله التمويل العمومي وقانون الاحزاب اللي طلبناه باش يكون ما فماش شي خلي هذا يا زاد خلي اللي ما صارش ما دخلوش العديد من الاحزاب الشباب للاحزاب ولكن حتى كي دخلوا ما كانتش فما القدره لتاطيرهم لمرافقتهم اللي نعطيهم كل الادوات اللي تخليهم يتكونوا ويكونوا هما فرق داخل. النتيجه شنو عندنا احزاب قعدت صغيره نحكي على الاحزاب اللي ما عندهاش الماكينات صغيره نفس القاده اللي راهو فيهم عندهم 40 سنه ما
معناتها لا تغيير في الـ 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 القيادات، نفس طريقة التعامل والهيكلة اللي هي أصلا مش موجودة في الأحزاب. وهنا معناتها هذا ضعف فادح في دور الأحزاب في تأطير الشباب. لكن نزيدوا حاجة أخرى عن هذيك، من 2011 لتوا تم ترذيل الحياة السياسية. يعني شنو؟ يعني كل غلطة تصير من السياسيين اللي كيف بتاخد الاتحاد يعمل حوار وطني باش يوصلوا النتيجة به، وهذا اطلاع دوره التاريخي كأحزاب تلتقي لي تكوين حكومة أو لكتابة برنامج، يولي بيع وشراء وهذا ما يجيش وهذا كرامات. في البلدان الأخرى اللي حكيت لكم عليهم كيف الأحزاب تربح الانتخابات، تتحمل مسؤولياتها، تدخل بفرقها وتكون شبابها وتمشي تحكم وتكون شبابها في الإطارات معناتها الدولة والحكومة. هذا موجود تراه في الإتزيوني في الإنجلترا، اللي هو تغيير إدارات كاملة باش تجم تحط السياسات متاعهم. هذا زاد خلى اللي الناس تنفر. ماذا نرى؟ نرى نفس الناس اللي في المنابر، أحزاب فارغة ما عندهاش القوة باش توصل للجهات، وعدم قدرة على تأثيرهم، وترذيل الحياة السياسية اللي الأفضل تكون في المجتمع المدني ولا في النقابة، لأنه العمل السياسي ولا عمل انتهازي عمل غيرين. عندك النقطة الثالثة سمحني تخي غابيدمون، اللي هو المجتمع متاعنا كيف تجي راهو الفضاءات العامة هذية مش موجودة برشا. قلت لكم أنا فرحاني موجودة هون، الفضاء العام اللي نحكيو فيه على الشأن العام مش موجود، وهذا مش موجود أيضا في الجامعات. كنا نحكيو معناتها ما فماش الفضاء اللي نناقش، ويرجع أكثر لمنظومة التربوية متاعنا اللي عمرنا لا طورنا فيها الحوار الديمقراطية. أنا يظهر لي التربية المدنية في نيوزيلندا ولا في البلدان الأخرين مش كما التربية المدنية اللي قريناها نحن، دوكا أنا اللي قريتها أنا، واللي كيفاش وصلوا هنا. إذا 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 دور مهم، ما نحكيوش على السياسة في العائلة، هذه ليست من الحاجات اللي نحكيو عليها. وكذلك نقطة ثالثة ممكن سي جويلي يحكي لها أكثر، هذو من الأسباب غابيدمون اللي نجموا نطوروهم، اللي عندهم معناتها إفي ديريكت على البارتيسيباسيون تاع الشباب في الحياة السياسية. شكرا عفاف، وعنا باش نرجع لكم أكثر خاصة على التجربة الحزبية التونسية. سي محمد سمعت ما عفاف حكيت على أنه ثم مشكل في الأحزاب أنها ما عندهاش القدرة سواء كانت مادية وإلا معناتها لوجستية باش أنها تأطر الشباب هذوم. ثم عقليات موجودة في الأحزاب السياسية ما تسمحش للشباب باش يكبر ويطلع في وسط الأحزاب ولا في وسط الدولة. وترذيل الحياة السياسية أيضاً اللي هو موضوع آخر. أنت نعرفوا أنك خدمت برشا على موضوع الشباب من نواحي الكل، في الجامعات، في المدارس، في الأحزاب، في الجروبات كما اليولترا وغيره. عندك متى قراءة أخرى بخلاف اللي كانت تحكي فيها عفاف، فسرنا علاش العزوف هذا ماشي ويكبر لمشاركة الشباب في الحياة السياسية وخاصة في المحطات الانتخابية. شكرا شكرا، وشكرا النوات والحاضرات والحاضرين، وشكرا أيضا العفاف اللي باش نبني على الشيء اللي كنت المهم اللي كنت تقول فيه، هو تقول أنت لماذا وصلنا إلى هذه الحالة، ما الذي حدث. ما نجموش نتحدثوا على اللي حصل في تونس على اللي حصل في العالم في نقطتين. هو ديما صوتي يبدا بشوي بشوية ومن بعد يوصل ثاني. دونك ما نجموش، السؤال الاساسي هو لماذا وصلنا الى هذه الحاله، ما الذي حدث، ما الذي حدث في تونس وما الذي حدث خارج تونس. خلينا نبداو ما الذي حدث خارج تونس، لأنه فما علاقة ما بدرجات مختلفة ولكن فما علاقة. أول نقطة أو أول شيء هو ما يسمى بنهاية الإيديولوجيات، سان فينومان اللي القرن العشرين اللي هو قرن نجم سموه قرن الباراديغم سوسيو إيكونوميك، بمعنى أنه المقولات التحليلية الكبرى في القرن العشرين هي مقولات اقتصادية واجتماعية. النقابات، الأحزاب السياسية، صراع الطبقات، التكافل الاجتماعي، التفاوت الاجتماعي، الثورة الاجتماعية، اليسار لغير ذلك. دونك التنمية بمعناها الشامل. فالمقولات المهيمنة خلال قرن كامل، قرن العشرين، هي مقولات الخلفية متاعها
خلفية اقتصادية واجتماعية، وكانت تدار هذه المقولات من خلال إيديولوجيات مختلفة، وكانت التركيبة لاستركتور اللي تمشي فيها المقولات هذه وفي الإيديولوجيات هذه هي الأحزاب السياسية. ولذلك إذا ثم القرن العشرين، إذا نجم نصف القرن العشرين، هو قرن النقابات والأحزاب السياسية الشمولية ومش الشمولية، في المعسكر الشرقي في المعسكر الغربي، في حركة الأحزاب السياسية اللي قادت حركات التحرر الوطني في المنطقة الكل، في إفريقيا، في آسيا، في المنطقة العربية إلى غير ذلك. دونك كان القرن العشرين إذا ذهب فيه ديستار هما النقابات والأحزاب السياسية إسونسيالمو. الإنرجي اللي تحركوا بها هما الإيديولوجيات، يعني الأفكار الكبرى، الأحلام الكبرى بمختلف أنواع. يجي حدث مهم جدا اللي هي حركة مي 68 وما أدرك. سي موفمون تريز امبورطون. ما نجموش حركة مي 68 اللي هي مش فقط في فرنسا ولكن هي في العالم كامل صارت، وحتى في تونس. مي 68 سي موفمون دو جون اسونسيالمون اللي قالوا باستا ستوب لكل ما هو ستركتور، كل ما هو أفكار كبرى، إيديولوجيات كبرى، وكل ما هو دي ستركتور، لي ستركتور فاميليال، لي ستركتور يونيفرسيتير، بارتيزان، يعني كل ما هو بنية اون ستركتور خلاص سي بريمي وانتهت. وثم صعود شيء اسمه لاكتور، نشأة ما يسمى باللاكتور، الفاعل الفردي أو الجماعي. دونك ولينا في وضعية اللي لو سيستيم ولا لا ستركتور في تراجع، وثم بروز أكثر بشوية بشوية للأكتور. الأكتور في علاقته بالجسد متاعه، في علاقته بالأفكار، في العلاقة برؤيته للعالم، في الحركة متاعه، في رؤيته للأشياء، في الانضباط، في الالتزام إلى غير ذلك. واخذ الأكتور اللي هو ينجم يكون انديفيدو كما ينجم يكون ان جروب سوسيال، اولا المضامين تجدد، سي لو بلو الصراع الطبقي اللي هو بمختلف انواعه، اللي هو عصام سيمونير، اللي هو بمختلف انواعه. دونك الصراع الطبقي ما عادش هو المحور الاساسي اللي كما كان هو محور اساسي في القرن العشرين. دونك دخلنا في مواضيع جديده، اساسا مواضيع إيكولوجية، مواضيع مرتبطة بالحركات الاجتماعية الجديدة، الحركات الثقافية، الحركات الإثنية، الحركات النسوية إلى غير ذلك. دونك بدينا نبعد أكثر فأكثر عن الإيديولوجيات وعن الاستركتور اللي كانوا يقودوا الإيديولوجيات هذه اللي هي الأحزاب السياسية، ودخلنا في حاجة جديدة اسمها الحركات الاجتماعية الجديدة. والحركات الاجتماعية الجديدة هي غير الأحزاب السياسية. أولا الحركات الاجتماعية الجديدة أولا فيها حاجتين باش ما نعطلش عليكم برشا. الحاجة الأولى أنها سولو بلان ستركتولار ما هيش مهيكلة بنفس الطريقة متاع الحزب، واحد. دونك فيها أكثر ليبرتي للأكتور في الدخول، في الخروج، في الانتماء، في أنه ينوع الانتماء متاعه لحركات. ينجم يكون إنسان امرأة أو إنسان يكون في الحركة النسوية في نفس الوقت يكون في حركة بيئية وفي حركة لحماية الأقليات مثلا، ينجم يكون في ثلاثة. أنا عنده لليبغو شوى باش ينجم يتحرك كما يحب. دوك ديجا سي لاكتور لنا عنده حضور أكثر. وتبديل في المضامين، دونك دينا ندخلوا على مضامين جديدة ما كانتش موجودة تيرة القرن العشرين، لأنه القرن العشرين كما قلت هو يعني essentiellement c'est le paradigme socio-économique هو المسيطر في تفاعلاته يعني مع الأفكار الكبرى والإيديولوجيات الكبرى. دونك بدأت المسألة وبدينا نحس أنه فما ضعف كبير جدا للأحزاب السياسية. دونك الاستركتور بشكل عام، الاستركتور بشكل عام ما عادش، تراجع كبير جدا للنقابات، تراجع كبير جدا للأحزاب السياسية بارتو دور لو مونت. والتراجع هذا بسير ما يتمش معناها بين ليلة وضحاها كما يقول، معناها يتم على مسار كبير معناها. والدليل على ذلك أنه في تونس النجم نتحدث ربما بأكثر جرأة ستيون هيبوتيز، النجم هو نهاية الأحزاب السياسية في تونس تقريبا بعد معناها بعد الحزب الدستوري اللي قاد حركة التحرر بك الزخم التحرري بك الليجيتيميتي وسيد سويت، بعد كلها ستيون روبرودكسيون تاع دونك، وانتهت
تقريبا فما صعوبات كبيرة ياسر تعيشها الأحزاب السياسية كما تعيشها النقابات على فكرة. دوك في نفس تقريبا في نفس السيتوياسيون. هل أنه هذايا وقت اللي أنت الاستركتور يتعبوا والليجيتيميتي ولا الشرعية اللي مبنية عليها دا تضعف ولينا أكثر حكيت أنا وعفاف بكري انتقلنا أكثر من الانتلكتوال أورغانيك بين ظفرين اللي هو يقود المرحلة بتاع الأحزاب السياسية والإيديولوجيات والتغيير والتغيير الإيجابي لغير ذلك. بدينا توا سلو بلو الانتلكتوال سي بلوتو الإكسبير ولينا خرجنا من الكولتورال بالمعنى الكلاسيكي للكلمة دخلنا أكثر في الإكسبرتيز توا في الدفون دلا سان في العالم كامل هم سي الإكسبير في كل المجالات. دونك فما نوع من التراجع للانتلكتوال الانتلكتوال اللي يفكر اللي ينقد اللي يبني أفكار اللي يعطي بدائل مجتمعية إلى غير ذلك بدأ يفقد بشكل كبير 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 في المكانة متاعه. ونشوفه حتى مع الإعلام دونك دايور حتى كي يعيطونا يعني الناس اللي تعاملوا مع الإعلام ما يعيطلكش كانتلكتوال هكا عندك رؤية لا يعيطلك كخبير يعيطلك كخبير هو بيدو يفرض عليك الصفة الصفة ومن بعد انت تصدقها بشوية بشوية وتولي معنا. دونك وفي تراجع كبير للمسألة هذه. دونك سبدا سوا باش يخلف الأثر متاعو على الأحزاب السياسية مع صعود الأكتور اللي ما عادش يقبل ما هو عمودي ما عادش سي بلوتو ثم مقولة جديدة اللي هي مقولة الأفقية بشكل عام المرافقة المتابعة المساءلة الاجتماعية إلى غير ذلك. دونك الأكتور ما عادش يرضى بالباراديغم القديم بتاع الأحزاب السياسية كما كانت موجودة طيلة القرن العشرين. دونك باش تغير الوضعية المشكل وين؟ المشكل أنه الأحزاب السياسية ما نجمتش تفهم التحولات هذه ما نجمتش ثم تحولات كبيرة ما كانت الفرد أصبحت وضعية مغايرة الأكتور سوسيال وضعيته أيضا مغايرة ودخلنا في ما هو أحد علماء الاجتماع البولوني نسميه لا مودرنيتي ليكيد يعني دخلنا في ما هو ليكيد أكثر دونك ما هو جوتابل. دونك مالوريزمون أنه لا النقابات ولا الأحزاب السياسية في العالم بشكل عام في تونس على وجه الخصوص إذا نحكيه ما نجموش يفهموا التحولات هذه لأنه التحولات هذه تخلي أنه ما نجموش نفهموا مثلا اللي قام به حزب أو حركة حزب كما حزب نبيل قروي. دونك سي لابوراتوار بالنسبة لي أنا في السوسيولوجي بوليتيك سي ان فري لابوراتوار. بون احنا تعاملنا احنا بشكل عام الناس تعاملت معاه كشيء كمنافس وفساد وقصه اوكي با هذا كله موجود ولكن ما صارش تفكير جدي شنو اللي خلق الفينومان نتاع نبيل القروي علاش وصل بالطريقه هذاك كما قالت بكري عفاف علاش وصل للعمق الشعبي هذا. دونك سان فري لابوراتوار باش نفهمه علاش وصل شنو ما الآليات شنو هي المقولات اللي هو ربما يعرفهم وربما ما يعرفهمش ما نعرفش ثم ناس تفكر له جسيبا شنو هي المقولات اللي خلات أنه الفينومان متاعنا بالقروي يوصل بالطريقة هذه. يعني ثم اندوموند سوسيال بتاتخ ثم اندوموند سوسيال البروكسيميتي دونك هذه حاجة الأولى بتاتخ اندوموند سوسيال مش للأفكار جي للناس تحكي لهم على البيئة والانتقال البيئي وكذا والمساواة بون بتتر الناس العاديين ما عندهمش الفكر هذا دونك الفو دوني دونك يلزمك تدرس الطلب الاجتماعي فاش يتمثل لا دوموند سوسيال شنية لانه في الزاني 80 ثم دوموند سوسيال ايديولوجيك ثم موجودة في الجامعات وفي المعاهد بزاني 80 مثلا ثم دوموند ايديولوجيك ثم طلب اجتماعي ايديولوجي في السبعينات كان طلب اجتماعي لما هو يسار وفي الثمانينات ثم طلب اجتماعي ايديولوجي لما هو اسلامي ثم دوموند سوسيال كبيره وشفناها في المعاهد وشفناها في الجامعه اسونسيالمون وتخلقت بين ظفرين النخب في الاتجاه هذايا وديزاكتور بوليتيك الى غير ذلك. دونك لازم نفهموا احنا شنو الطلب الجديد هذايا
ورهونا كالكوبار بتاتر نبيل القروي، ولكن ما كانش عندنا الجرأة ربما حتى السوسيولوجية. وهنا صديقي سي مونير سعيداني حاضر معنا، دونك نجمو نفهموا بعضنا في المستوى هذايا. دونك ما درسناش فعلا هالوضعية هذه، هل ننقدوها سياسيا اوكي، ولكن يلزم سوسيولوجيا في اعتقادي يلزم نفهموها كلابوراتوار كمختبر فعلي باش نفهموا سي دي تونيزيان تو دابور، باش نفهموا رواحنا اون كالكو سورت، باش نفهموا رواحنا علاش الناس كي يمشي بالطريقه هذيك والناس كذا. بون احنا في الاغلب اذا ثم تعامل وتعامل ساخر مع العمليه، ولكن مفروض نتعاملوا بجديه مع المساله هذه مع المستوى العلمي على الاقل، نتعاملوا بجديه باش نفهموا ثم جزء من التوانسه يحبوا هكا، ثم جزء من التوانسه يحبوا هكا. وانت كحزب سياسي وك طارح نفسك انت باش ينتخبوك الناس، دونك انت بيدك لازمك تفهم الناس هذوما. صحيح ما تنجمش تعطيهم اللي قدموا نبي القروي، مي اللي انت باش تقدموا عندك لوفر نتاعك باش نجم تقدموا بطريقتك باش نجم يتقبل كالكوبار. ولهنا صعوبة مضاعفة أيضا للأحزاب السياسية اللي في اعتقادي ينقصها التفكير، ينقصها التفكير، التفكير الجدي والتفكير العلمي والبحث. خطر أنت حزب سياسي شو عندك؟ أنت عندك التوانسة قدامك مش تمشي لهم، دونك لازم تفهمهم التوانسة. نرجع سي محمد بعد أكثر عمق. سي بسام ماطر نرحب بك مره اخرى. شكرا. نرحب بك اللي نشكرك انك جيت من بعد الالتزام اللي كان عندك. مرحبا بك سي بسام ماطر، رئيس منظمه عتيد من المنظمات المعروفه في مراقبه الانتخابات. تحب نبدا ولا تستوعب شوي؟ نبدا طول. مرحبا بك. دونك انا كنت واجهت بسؤال لصديقتنا عفاف داوود من حزب التكتل، دور الاحزاب كيفاش كان في علاقه ب اللي اعتبرناه عزوف الشباب للمشاركه في العمليه السياسيه بصفه عامه وفي الانتخابات. سي محمد تقريبا من تجربته من الدراسات اللي عملها ومن خبرته كباحث في علم الاجتماع، الرؤيه العامه في تطور المجتمعات ومكانه الاحزاب في وسط المجتمعات هذه اللي تراجعت لعده اسباب كان يفسر فيها وتراجعوا لها من بعد. الحب رؤيتك انت، انتم راقبتوا الانتخابات تقريبا الكل من بدينا من 2011 للتو، وتابعته عن قريب سواء كانت حملات سواء كانت مراقبة الانتخابات، الأرقام الكل نتصور قدامكم. التراجع اللي صار في مشاركة الشباب من 2011 لتو، ممكن الانتخابات الرئاسية 2019 الدور الثاني كانت ممكن استثناء صارت مشاركة، ولكن تم نزلت تخوف توا من ضعف مرة أخرى في مشاركة الشباب في العملية الانتخابية. كيفاش تقرأ المجال هذا بالذات؟ طيب احنا جمعية عتيد بطبيعة تابعنا تقريبا جميع المحطات الانتخابية، وفي كل محطة انتخابية كانت ثم مرحلة هامة جدا هي حملة الانتخابات. ودور الشباب تغير من 2011 وتراجع. حب نقول انه الشباب تعرض لخيبة امل كبرى في مشاركته في العملية السياسية، لانه الشباب بصفة عامة واحنا كجمعية من المجتمع المدني كانت ثم هبة في 2011 الى حدود تقريبا 2014، كان ثم الشاب يتوجه للجمعية ويطلب أنه يشارك ويطلب أنه يحصل التكوين اللي تقدمه الجمعية والمشاركة السياسية من خلال المجتمع المدني اللي تقدمه جمعية عتيد كأحد جمعيات المجتمع المدني. ثم بدينا نلاحظه أنه للأسف المشهد السياسي بصفة عامة ما عرفش كيفاش يستقطب هالشباب ويعطيه الفرصة الكاملة والحقيقية باش يثبت نفسه ويثبت المشاركة متاعه. كان في أغلب الحالات محاولة لاستعمال شعار الشباب، كانت في أغلب الحالات استعمال للشباب، لكن أنه تشريك حقيقي في اتخاذ القرار أو في صنع الرأي أو في الحوار على الرأي وعلى الاختيارات العامة سواء من طرف الأحزاب أو حتى جزء من المجتمع المدني، خلي حتى ننتقد نفسي كجزء من المجتمع المدني، فما أتيحتش الفرصة الحقيقية لهذا الشباب باش يتكلم باش يعبر ابنه على نفسه بطرقه للتعبير. لأنه هاني أنا اليوم عمري تقريبا 44 سنة، نحس بروحي بين ولو أني
في الحساب الصحيح بالمات سي فوت فترة الشباب. لكن نتذكر روحي في 2011 كي بديت ونشارك في 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 في, في العمل نتاع المجتمع المدني، والثورة كانت لي فرصة باش نشارك، لأنه قبل ما كانش تم أفق أو حتى فرصة، جات الثورة أتحت لنا ولا أعطتنا فرصة للأمل نحو تونس أخرى، نحو تونس جديدة، نحو تونس تمنيناها تكون ديمقراطيها ديمقراطية، ولكل تونسي يكون فيها مواطنة متاعه كاملة، ويتم احترام مواطنة كل تونسي. هذه بطبيعة ما صارش. كنضيفوا له سوء الأداء السياسي بصفة عامة، كنضيفوا له التجاذبات اللي صارت، ونعرفوا كلنا انه التجاذبات وصلت الى حد الاغتيالات وتسفك الدم في تونس، والمرحله هذيك نحب نقول راهي كانت فارقه في مخيله كل تونسي، حتى انه نوع ثم نوع من الترهيب اللي بدا من تلك الفتره يركب، وعوده الى اساليب التفكير السابقه، اختاني دخلني تو يصير فيا، تو نتضرب، تو يعملوا لي، تو يفعلوا لي. فكل هذه الاشياء قعدت تمشي وتزيد، ومقابلها نعود ونقول سوء الأداء متاع كل من تقدم في شكل أحزاب، لأنه المشهد النيابي اللي كان موجود في تونس، المنتوج متاع المشهد النيابي اللي المفترض كان المجلس النواب الشعب يكون هو المدرسة، تمنيناه يكون مدرسة لبقية المواطنين للممارسة الديمقراطية، لاحترام المعايير الفضلة، والاحترام الأساليب الأفضل في التعامل ما بين المحاورين في وسط مجلس نواب الشعب. هذه بطبيعة ما شفناهش، بل شفنا أشكال إما فلكلورية من بعض الموجودين في مجلس نواب الشعب، أو شفنا عراك وسباب، وبطبيعة كمل في 2019 بمشاهد الضرب والمعناتها والمناكفة الكبيرة اللي وصلت أنه عطلت حتى مجلس نواب الشعب. فاليوم خلينا نوصل اليوم، اليوم نحب نقول لكم انه على الاقل من خلال الملاحظين نتاعنا ومتابعتنا للحمله الانتخابيه اللي هي للاسف نجم نقولوا اضعف حمله انتخابيه صارت في تونس بعد الانتخابات بعد 2011، اللي هي حمله مانيش عارف ساعات يخيل لي انه اريد لها ان تكون كذلك، يعني استراتيجيه انها تكون حمله انتخابيه ضعيفه وباهته وما تحققش الهدف الأسمى من الحملة الانتخابية، وهو وصول الناخب ووصول المواطن إلى المعلومة، إلى البرنامج الانتخابي متاع المترشح، إلى نوايا المترشح. فاليوم إذا نسأله أي طرف في الشارع شنو هو فكرتك على الانتخابات، يقول لك هو ثم انتخابات، ما زلنا ما وصلناش نتحدث حتى على الفكرة، على أنه ثم موعد 17 ديسمبر موعد انتخابي. فالشباب في هذا الكل، واحنا حاولنا مش نستقبل من الشباب في المحطه هذه مش يشاركونا كملاحظين للانتخابات، ثم صعوبه كبيره جدا، ثم فقدان للامل. فيقول لك علاش مش نشارك، لواش باش نشارك، شنو هو اللي باش يتغير كيف مش نشارك. وهذا للاسف مره اخرى نعتبره فشل تاع الاكبر في 12 سنه اللي مرت بعد الثوره. يعني حتى الشباب اللي كان معاكم في الانتخابات السابقه ويلاحظ معاكم ويقوم معكم سواء مع عتيد ولا مراقبون ولا غيره، يعني حتى الشباب هذاك اللي كان ناشط وكان فاعل اليوم ما عادش عينه باش يكون شريك في مراقبه انتخابات مثلا. ثم نسبه صغيره نعتبروها احنا فخر لجمعيه عتيد. نحب نقول لكم مثلا بمناسبه الاستفتاء ما كانش ثم تمويلات، ما كان ثم حتى باير دو فون اللي ثم ولا دي بروجي لمراقبه او ملاحظه العمليه الانتخابيه، فكان عدد الملاحظين وعملية الملاحظة كلها عمل تطوعي من شباب ومن كهول ومن نساء ومن رجال وبنات ما زالوا يؤمنوا بفكرة أنه تونس يلزمها تتغير، وهيك علاش شاركوا. بمناسبة الاستفتاء العدد حاولنا مش نستقبله أكثر طلع، لكن ما زال ضعيف، ما هوش الأعداد اللي كانت تشارك في 2014 و2011. نقول دائما ثم أمل ودائما ثم عمل لازم يصير، وهوني نتفكر حتى في 2019 في اجتماع مع الممثلين الاتحاد الاوروبي في تونس، ونتحدثوا على اين وصلت الديمقراطيه في تونس، اين وصل المسار الديمقراطي. في هيك الوقت كانت ثم فكره انه
تونس خذت برشا أموال وبرشا دعم تقني وخبراء في المجال الديمقراطي والانتخابي، واليوم مش مشيو نشوفوا مواضيع أخرى. فكان خذيت الكلمة، كان الرد متاعي، قلت لهم اليوم تونس ثم شجرة بدأت تطلع في ورقتين، إذا مش تقصوا عليها شوية الماء وشوية الشمس راهي مش تموت وبش تذبل. وتقريبا هذا اللي قاعد صاير اليوم، انه للاسف قاعدين المسار متاعنا فيه تراجعات على عده مكتسبات، رغم اللي ما ثماش نجاح كامل. مش نقولوا ما عنده تراجعات على اشياء كانت هامه برشا، لكن كيف اليوم نشوفوا عدد ولا نسبه مشاركه المراه في الانتخابات التشريعيه 2022 ونقولوا ثم تراجعات كبيره برشا. للاسف اليوم المترشحات هم يمثلوا كان 12% من المترشحين، وحتى اللي يعرف شويه على الاحصائيات ممكن في مستوى المجلس النيابي القادم مش نلقاهم حتى اقل نسبه من 12%. هذه علاش؟ لانه المشرع اليوم اختار طريقه فرديه انه باش يغير بعض فصول القانون الانتخابي دون الاخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي. اليوم تونس صحيح صار فيها حديث كبير ياسر منذ 60 سنة على دور المرأة ومشاركة المرأة، لكن في عديد المناطق في تونس ما زال المجتمع الذكوري بالأساس. واليوم كي تعطي أنت تقول في قانون الانتخابي يزمك تجيب 400 تزكية، راهو 400 تزكية بالنسبة لمرأة صعيبة وصعيبة جدا في عديد المناطق من البلاد، خاصة كيف صغرنا الدوائر الانتخابية. اليوم كيف تحرم الناخبين بصفة عامة بما فيهم المرأة من التمويل العمومي وضيق عليه في الطرق التمويل الأخرى إما الذاتي أو الخاص، هذا كيف يعتبر عملية إقصائية والأشد ديما تمشي في اتجاه المرأة والشباب معهم وذوي الإعاقة زادة كيف كفئة ثالثة معرضة لنفس الإشكالات هذه. اليوم كي نشوفوا حتى الحملة الانتخابية، يعني هي صحيح باهتة على العموم، لكن لاحظنا انه حتى بالنسبة للمرأة القات صعوبات اكبر. اليوم ما ثماش اموال، الناس تجي تعمل في بورتا بورت، تدق على البيبان، تمشي للمقاهي، تمشي الاماكن العمومية الاسواق تتصل بالناس، هذا فيه سهولة اكبر للذكور على حساب النساء. اذا كل هذه الظروف خلت انه اليوم عندنا وجمعية عتيد كانت في 17 نوفمبر نذكر عملنا ندوة صحفية عنوان متاعها المرسوم عدد 55 يضرب المسار الديمقراطي ولا يحترم المعايير الفضلة للانتخابات. وكنا قدمنا فيها جملة من المقترحات وجملة كذلك من المخاطر اللي بيناها ولا شفناها ممكن تتأسس على الاختيارات اللي جات في المرسوم 55. شنو اللي صار؟ صار انه لم يؤخذ بها، ما سمعنا حتى حد تفاعل معها، وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي عندها ولاية لكن ما عرفناش شنو هي الولاية هذه، يبدو انها ولاية تقنية والمفترض انها تكون عندها ولاية في الجانب الاهم التحسيسي والتوعوي وضمان المشاركة بالمساواة امام الجميع وضمان انه تكون عندك حملة انتخابية نشطة، لانه في نشاط الحملة الانتخابية أول شيء حق للناخب، وثاني شيء تشجيع للناخب أنه مش يمشي يوم الانتخاب يوم الاقتراع ويصوت، والأهم من أنه يصوت خاطر لعبة الأعداد زاد فيها عديد الأمور، لكن من الأهم من أنه يصوت أنه يصوت بقناعة على أساس برنامج على أساس فكرة على أساس شيء متقاسم مع مترشحين، مش على أساسات للأسف اللي قاعدين نشوفوها اليوم إما عشائرية أو عائلية أو اعتبارات اعتباطية ما احناش حتى عارفين شنوما بالضبط، أو حتى دعما لتوجه سياسي موجود في البلاد، لكن دون تفكر في تبعات ذلك على المجلس النيابي القادم وعلى الحياة السياسية وما يتبعها من حياة اقتصادية واجتماعية. شكرا سي بسام. باش نرجع لصديقتي عفاف، يعني مسألة الأحزاب السياسية كما كان يحكي سي محمد سي جويلي انه جوزها الزمن، انه الان اصبحت ناس تنفر من الاحزاب السياسيه. التشريعات في حد ذاتها كما كان يحكي صديقنا بسام كيف ولات هي التشريعات في حد ذاتها تقسي
فئات كما الشباب كما المرأة كما حتى حاملي الإعاقة. الأحزاب نفسها اللي شاركت في العملية السياسية والانتخابية كل من 2011 لليوم أيضا هي عندها مسؤولية. ممكن هنا باش نقول لك السؤال أنه البرشة من الشباب أو القيادات الشبابية لقاو صعوبة كبيرة باش أنهم يكونوا هما قيادات الأحزاب السياسية. ممكن حتى في الحضور هنا عندنا أمثلة نتاع أنه طموح الشباب لما يحب يكون قيادي في حزبه ولما لا بعد ذلك يكون هو الشريك في الحكم في يعني يكون أنه مسؤول في الدولة متى أول عقبة تجيه من الحزب نتاعه أصلا. وهذا يعني عندنا منهم برشة أمثلة مثل فائدة في ذكرهم ولكن موجودين. متى الأحزاب نفسها في برشة منهم في تونس يعني نعرفوهم كانوا هما عقبة أمام يعني التقدم والارتقاء الشباب في قيادة الأحزاب السياسية هذه. كيفاش ترى المسألة هذه خاصة أنت عندك تجربة حزبية ديما في التكتل؟ هو وين نرى هوني معايا العديد من الرفيقات معناتها النسائية معانا كنا نحضروا الاجتماعات أخيرا متاع الخماسي ولا متاع الأحزاب مع بعضهم والصعوبة متاع الوصول إلى نتيجة وتغيير الواقع رأي حقيقي. معناتها كنا نقاور واحنا في اجتماع مع القيادات من الصف الأول اللي موجودة عندهم معناتها سنوات والصف الثاني اللي نجم نسميه ولا الصف الغير معروف ميدياتيكمون واحد فما حقيقة مشكلة استماع مشكلة رؤية للعمل السياسي قبل هو معناتها أصلا تغيير الهيكلة فما رؤية للعمل السياسي هذا اللي حكيت عليه أنا على أول ما بديت اللي هو مبني على حاجتين. أولا الأحزاب هذه باش تستقطب باش نبدلوا القيادات متاحة وتوصل النتيجة لازم يكون العدد متاعنا أقوى وجودنا في الجهات الكل ووجودنا أيضا في الهياكل القرار لأنه اللي نسمعوه ديما ما تفهمش السياسة اللي تقول فيه لا غير مسؤول ما خدمتش معانا 70 سنة معناتها وقتها كنا نعملوا في السياسة من 10 عام 30 probablement دونك ما تجمش توصل النتيجة. تبعنا اسمعنا هك علاش قلت لكم تقى بلايسة معايا اسمع عايش بنتي بعد عايش بنتي خلي بعد يجي عمل لي حاجة تقنية ولا عبي عمل معايا حملة عالتراء ولا عمل لي ديزافيش وكل وكهو. لكن لازم نكون واقعيين هنا قد لك شوية من الحنة وشوية مرتبط ليدي فما زوز نقاط. أنا عندي 10 سنين في الحزب هذايا شفت للأسف كيفاش اللي ما فما حتى موايان في الأحزاب الأخرين كل قاعدة نشوف في الأحزاب الأخرين كل ما فماش تأثير فماش رغبة للتأثير ما فماش قدرة للتأثير هما ثلاثة حاجات مختلفة. ما فماش تأثير معناتها رغبة التأثير ولا حتى اللي الاهتمام مش معناتها التأثير. التأثير هو لازمك تكون في الجهات الكل تحكي مع الناس الكل في الجهات تنتقل من جهة لجهة وهذا ما هو الشخص برك القادر باش يعملو هو فريق قادر باش يعملو. راه معناتها رفيقتي من شباب حزب اخر مش حزبي واللي بدينا نتنقلوا في الجهات باش نعملوا الاجتماعات ونحكيوا مع الشباب في الجهات الكل ونقطروا نحكيوا على المشاكل نتاعنا نتاع الشعب ما يفيد الشعب. هنا باش نجيو للنقطه الثانيه فاش نقطروا الشباب وفاش نحكيوا. ما نحكيوش عاده في الاحزاب على ما يهم الشعب هذا يخلي اللي العدد متاع الشباب كيف يجي يخرج يجي يقنا. نذكر اجتماعاتي الأولانية نحضر 4 سوايع تنظير تبارك الله لي أفيه جميع 4 سوايع ينظروا وما يقولوا ليش شنو الحل متاعي أنا. أولا كيفاش نجم نحل ولا نوصل النتيجة باش نقول شنو هي مشكلة البطالة يا سيدي نبدأ ونقاش على ذلك. كيفاش نجم نحكيوا على مشاكل الشباب ما يسمعوش أنا حاشي باش يكونوا الشباب مسؤولين باش يجموا هما يحطوا السياسات العامة سياسات من سياسات منين تجي تجي من اقتراحات من فهم مشاكل الناس حقيقة. تبدا انت مقطوع على الناس لا تمشي للجهات لا تسمعهم لا تسمع الشباب متاعك ماكشي باش توصل تقدم حلول. لكن بالنسبة لي انا نرجع للمشكلة الاساسية اللي هو اولا
هيكلة ومأسسة الأحزاب. هذه أحزاب ليست مهيكلة وليست معناتها ليست مؤسسات، هي أحزاب في تونس تبنى حول شخصيات وتندثر. رأينا فما أحزاب اندثرت، عنا أحزاب اللي هي بريسك عائلية معناتها تنتقل المسؤولية في العائلة، وعنا ذاته وهذا ممكن يحكينا عليها أكثر سي جوليا، عنا رؤية الأب، يعني الأب اللي لازمك تحترمه، الأب اللي لازمك تسمع كلامه، الأب اللي لازمك تاخو بخاطره، لأنه لازمك تكون مع تقليل التربية، وهذه موجودة رأى موجودة في الزعيم. وأنا نقول الأب معناتها فيها فما برشا علاقة فيرتيكال متاع السياسة. هنا نجي أنا كيفاش تجم توصل، باش نعطي شوية من التجربة متاعنا، واللي أنا مقتنعة اللي فما تجارب أخرين تجم تكون أكثر. كيفاش نجمو نعملو تغيير صغير؟ أولا أنا عندي اقتناع اللي الكوتا هي سيت اون اوبليغاسيون دون لي ستركتور ديريجونت. هذا أنا نتذكر في مؤتمرنا 2013 كي عملناه وأنا ما كنتش في المسؤولية، كيف رفضوا. نحن كنا نرجعوا 10 سنين تاني، كنت أكثر شباب برشا. كي قدمنا الاقتراحات نتاعنا باش نحطوا كوتا للشباب ونساء، فسرونا اللي نحنا غلطين، اللي لازمك تخدم بالحق باش توصل، كانه العمل هو الطريقه الوحيده للوصول. نحنا نعرفوا اللي مش صحيح، كيف يتسكر كيما ليكونومي دو رونت في الاقتصاد، راهو فما ايكونومي دو رونت في السياسه. كي نسكر عليك الباب وما تدخلش ما تدخلش. دونك لي كوتا في مناصب مسؤوليه، هذيك تبدا انت محتك بكل هالمسؤولين في البيرو بوليتيك، في البيرو اكزيكوتيف، في المجلس الوطني، تجم تسمع ساعة ترى طريقة التعامل وتدخل في التغيير. ثانيا، وهذا تعمل في الدول الاخرين، الكوتا مش كما اللي عملتهم تونس في القائمات الانتخابية، فما دي كوتا في البرلمان بيدو، هذا يدفع الأحزاب من برا. دونك هذا دور الدولة ودور المشرع ودور المجتمع المدني، يدفع الأحزاب ويجبرهم مش يزينوا بالشباب. احنا الشباب شو يعملوا به؟ يزينوا به القائمات، يجيوا يلوجوا في الأربعة الأولانيين ويحطونا الرابعة اللي عمره باش نعبي به الليستة. لا ميم شوز، راهو كانوا ننسى ما عملناش نحنا التناصف العمودي، شو يعملوا؟ نعبوا مرأة الأولى مين؟ حطوا رؤساء القائمات هما رجال. وانت تراو حتى في الأحزاب اليسارية، احنا عملنا غزرنا العديد منهم ما وصلوش حتى 10 و15% راهم نساء معناتها شادين القائمات. هذا ما تجمش تبدل شباب كيف كيف، معناتها كيف انا ذكرت رأس حملة رئاسية وحبيت نحط شباب رؤساء قائمات، قالوا لي تحطت لنا المفرخ تجارة. معناتها نحكي على مفرخ عبيد عمرهم 30 و32 و27، معناتها ناس كانوا بالحق قالوا لي حطت لنا المفرخ تتناقز. هذه معناتها لوبليغاسيون دافوار دو لوتر كوتي زيتا اللي شباب يدخل للمجلس والمسؤوليه، هذه مهم بالنسبه ليا لو كوتا. ثاني حاجه الشباب زيتا من ناحيتنا نحنا، كما قلت لكم انا جاسيندا ولا الاخر، زيتا لازمنا نكونوا ما معاش منهم انا بدات، لازمهم يكونوا اكثر مضاربيه. معناتها مانيش نحكي معناتها اللي هنا رافي عندها كيف نحبوا نوصلوا حاجه. نحن في المؤتمر خرجنا اشتر المؤتمر فرغنا الساله، بون تجم تكون نتيجه نستقيل وراه، ولكن مش مشكله نستقيل وانا ما نستقيلش، باش نعمل بالموفمون هذا نجم نغيره يا في حزبي يا نخلق ان موفمون لي يبني. المشكله نتاعنا توا نحن هوني اللي وصلنا للتشرذم العائله، معناتها كي نتغشش نخرج ولا كيف نتغش ما نعملش، ولكن نحن لازمنا نبنيو، نجمو نبنيو في وسط الأحزاب، نجمو نبنيو من خارج الأحزاب، المهم نبنيو مع بعضنا. وهنا يجي في تحمل المسؤولية، نعرفوا ان احنا قادرين نغيروا، قادرين كيف نقول قادرين معناتها نؤمنوا اللي يجم تكون القيادة انجان، ما نجموش نتحطوا في قطار واحد اخر. وانا ريتوا في برشا راهو شباب، شكون يجم يوصلنا خير؟ لماذا لازمني نلوج شكون يحطني في القطار متاعه ونمشي معاه؟ علاش مانيش مقتنعين اللي نجم يكون واحد هو اللي قادر كيما رفيقنا في الشيلي اللي يعمل التوافقات اللي نوصلوا نغيروا الوضع؟ معناتها هذا حاجه من داخل الشباب، ولكن فما نقطه ستركتورال. وهذا خلينا بالحق
نظام والرايع موجود في كل الأحزاب وصعيب ياسر باش نغيروهم. نقطة ثانية وهنا باش نتوجه لك ليك انت الإعلام، أنك حتى كي توصل تغير ولا توصل ولا تحب تخرج وجوه شبابية تكلمهم التلفاز الإذاعات، هيا خدي جيب لي الشيخ فلاني، أي الشيخ فلاني، جيب لي رئيس الحزب منهم اسماء معاش موجودة أصلا في الحزب، جيب لي رئيس الحزب هو اللي يتكلم. نفس المسؤول موجود في كل المنابر، اليوم يتعدى من منبر 8 من نص النهار، رغم اللي يقولوا لهم هاو قائمة شباب، أنا نحاشي بيه الشباب يطلع. كيف 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 نبداو مجموعة من الأحزاب لا نرى وجوه شبابية هي اللي تقدم، ونحكينا فيك هذا 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 أيضا. فما بتدخ التلويج على الأوديمات، بتدخ حاجة اللي تخلينا حتى كي نحبوا نوصلوا شباب ما نخلطوش نحطوهم على الساحة الميدياتيك. ونرجع للنقطة اللي قالها زميلي اللي هو في الجهات، الجهات اللي هي الحق صعوبة كبيرة مش المرأة فقط ولكن أيضا الشباب. قلت لكم معناتها اللي باش تحط مسؤولين شباب موجودين في الجهات صعوبة حقيقية. أنا شفتها لقبول الجهة، لقبول في الجهة لازم يكون من الأعيان، وهذا للأسف اللي قاعدين نشوفوا فيه حاليا في مع الانتخابات هذه. كانت نورمالمون رجعوا الثورة للشباب، رجعوا الشباب صوته، رجعوا التعبير الديريكت. فين وصلنا؟ وصلنا غياب الشباب في 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 الرئاسة القائمات، وصلنا مشكلة التمويل، لأنه راهو ما ننساوش حقيقة موجودة، وأنا ديما نقول لكم راهو التمويل هو العقدة في المنشار، راهو ذات الشباب. لازم نرجعوا للوضع نتاعنا، الشباب عنده مشاكل اجتماعيه اقتصاديه، يا يقرا يا بطال، يا مدوب بدا الخدمه نتاعو، يا ما عندوش كهرباء لازم يخزوز كيران باش يوصل الاجتماع نتاعو. هنا ذاته ما يخولوش باش تكون عنده الراحه والاستجمام باش يعارك، باش يمشي هو يعمل الحمله نتاعو في وسط الحزب، باش يمشي للجهات الكل. لذلك انا نحكي على التمويل العمومي للاحزاب اللي يخول يكون فما هياكل ويمول زيتا هل هالشباب ذي بش يتنقل في انتقى. كما الانتخابات هذي موجود في الأحزاب، وكما الفرق بين الأحزاب موجود في الأحزاب، من له الإمكانيات بش يتنقل من شيرة لشيرة، بش يعمل الحملات الداخلية متاعه، بش يعمل التدخلات الميدياتيك متاعه. والشباب اللي يجب يكون عنده الفكر والقدرة لا يجب يعمل حملة الانتخابية متاعه، لا يجب يكون في الموقع القرار، لا يجب يوصل للناس بالميديا وتصيب له الإحباط والنتيجة اللي يخرج، ولكن ما بعد ذلك مثالش تخرج ما بعد ذلك. كيف يمكن أن نغير الواقع واللي نعمله ثورة ما هيش أصلا هي متعمر برك، ثورة تغيير طريقة التفكير والبناء. معناتها أنا ما نقسمهاش في العمر برك لأن يريد شياب شباب وشباب شياب، ولكن هي طريقة التعامل مع الوضع السياسي. الوضع السياسي راهو السياسة مفهومها بالنسبة لي، وكما باش تقول أنت باش يوصلها للمواطن ندرسوها، درسناها اللي هي ما ينفع الناس، ما يغير حياة الناس. إيش باش تعمل لي السياسة؟ الناس اللي خليتها إيش عملت pendant 12 ans؟ كيف غيرت؟ هي قامت شنو الثورة؟ حرية، كرامة، شغل، فينهم هذم؟ لا شوية حرية موجودة، كانت حرية التعبير، حرية التنظيم، لكن أين الشغل؟ وأين الكرامة؟ وأنا جاية لهنا اليوم تعديت قدامي الكار الخضراء مستفى البيبان محلولين والناس البرة ولا شبع كرامة. أنت نحبك تفسر لي الشاب هذايا اللي بيشرك بالكار هذيكم بعد ينقص في كار أخرى وبش يمشي يخدم ولا بسيف ما يقع حقها، كيفاش تحبوا يمشي ويمشي يخطب ويقول لك كيفاش نغيروا طرق التعامل، كيفاش نتقدم في مسؤولية حزبية، ولا حتى يوصل يخمم اللي هو قدرته باش يكون في مناصب في الدولة. ونزيد نقطة أخرى مهمة اللي هي ياسر تعافف في الناحية السياسية، نختم بها اللي حتى الأحزاب التي وصلت للمسؤولية لم تؤطر شبابها ليعرف مفاصل الدولة، ليعرف كيف الدولة الفونكسيون. ليه باش تقول له
نخدم معاه هو في الحزب على البرامج على المشاكل على غيره، ليه هزوم معاهم للإدارة؟ لأنه مرة أخرى نرذل العمل السياسي ونوصل المسؤولين وحدهم ولا فكر سياسي معهم، وهذه راهم من الغلطات الكبيرة اللي كل الأحزاب لتفادي الشيطنة السياسية ما تعملش وما تكونش لكادر متاحة للمستقبل. راهو باش تولي وزير مرة أخرى ولا باش تولي حتى كاتب دولة للشباب والرياضة، راهو لازم عندك باركور حزبي ولا مجتمعي ولا إكستغا ومعرفة بمفاصل الدولة بطريقة أو بأخرى. هذو من المشاكل اللي موجودة في الأحزاب. شكرا عفاف. سي محمد بكري عندي سؤال في مخي قريته خاصة من كلام عفاف. انت بكري حكيت على تاريخيا والسياق العالمي كل اللي خلى الاحزاب ما عادش جذابة للشباب، العملية السياسية في حداتها ما عادش كما قبل، خلقت اطر جديدة به. لكن في المقابل في تجارب برشا في العالم، يعني شفنا الانتخابات كانت فرصة باش افرزت قيادات جديدة، كما كانت تحكي على مثال نيوزيلندا، شيلي، ممكن مثال اسبانيا مع حركة قاديرون على بوديموس، حتى المشاركة في هذوما كانت وراهم قوة ديناميكية شبابية قوية طلعتهم. حتى الرؤساء مش بضرر يكون هما شبان، ولا كانت وراهم ديما قوة شبابية يعني ساهمت في التغيير. يعني هذا موجود في العالم، اشنية اللي خلاه يقف على حدودنا وما يدخلش؟ شوف، باش نحكي على حاجتين، مسألة خاصة ومسألة عامة. المسألة الخاصة طريفة، في وزير سابق في حكومة خرج من بالحكومة عمل حزب، هو صديق بعث لي على المسنجر سي محمد انت كذا وكذا وكذا وكذا، ايش قولك تجي معنا؟ دوركك، ايش قولك تجي معنا؟ قلت له يا فلان انا راني من هنا فصاعدا، عندي متع الحياة باش نتلهى بها، وراني ما عنديش علاقة بالموضوع هذا، دونك ما عاودش رجع المسألة. هو شنو الاكزامبل علاش عطيتكم هذايا؟ باش تبين كيفاش الاحزاب تشتغل. ميسنجر يا فلان يجي معانا هكا، هو هذاك هو معناها، فهمتني؟ دونك باش تفهم من بين الازمات نتاع الاحزاب السياسية هو أزمة ريكروتمون زاد انتراتر، أزمة علاقة بالناس اللي يمكن يمشيوا في البروجي تاع الحزب هذاك. هذه الحاجة. والحاجة الثانية، في أحزابنا السياسية التونسية بعد الثورة خاصة، إذا حزب عمل منظمة شبابية داخل الحزب، افهم كون هو ما عنده حتى علاقة بالشباب افكتيفمون باش تحصرهم غادي. هو شباب يظهر له وكانوا حاجة باية، عنده منظمة شبابية داخل الحزب حاجة باية، بالعكس تماما. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة، برفوا نعمل مقارنة ومش نجاوبك على سؤالك هذا، هو في إطار المقارنة. تقول أنت ثم الأحزاب السياسية، ولكن كشكل من أشكال المشاركة الشباب في الأحزاب السياسية كشكل من أشكال المشاركة في الحياة العامة، ولكن مثل ما أشكال الأحزاب السياسية الشباب يشارك. كي نعمل مقارنة ما بين الأحزاب، رغم اللي دو روجيستر مختلفين، مي كمان باش نفهموا شنو هو وراء هذا. كي نعمل مقارنة مثلا ما بين حزب سياسي في شباب أو مش قادر أنه يقنع شباب أنه يجيب الشباب اللي هو في مشروعه السياسي، وما بين مثلا لجروب إلترا في كرة القدم، علاش ثم أنجاجمو كبير برشا وانخراط كبير ومشاركة مجنونة في المجموعات هذه، وقت اللي يجيوا للأحزاب السياسية يختلف الأمر. قلت المقارنة ما تجيش كالكوبار لأنه دو رجيستر مختلفين، ما نجموش نحطهم في نفس الوقت، ولكن حبيت نوصل للنتيجة التالية. شنو هما الحاجات اللي يخلي أنجان يمشي للجروب هذوما وينخرط بطريقة غريبة؟ دونك رغبة الشباب في المشاركة ديجا موجودة، مش فما غرام هنا يحدد الحكاية. دونك لهنا يجي لافر، طبيعة لافر. شنو أعطيته؟ شنو يلقى الشاب في المجموعات من النوع؟ ماذا يجد؟ ما هو العرض الذي يجده في المجموعات هذيك؟ ويلسو انجاج بطريقة خيالية كما الانجاجمون بتاع الشباب في الأحزاب الإيديولوجية في القرن العشرين، تقريبا نفس الانجاجمون، نفس القوة ونفس الحماس ونفس الوحدة.
علاش؟ لأسباب عديدة. أولاً لوفر، لوفر سيت اون اوفر ايموشنيل، سيت اون اوفر ايموشنيل. توا لي ايموشن ما نجموش نبعدو جزء الآن مهم جدا في تحليل الواقع وفي الفعل في الواقع. لي ايموشن دخلوا بشكل كبير دو احنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مقولة لي ايموشن بشكل عام ولات حاضرة بشكل كبير في التحليل. ثم كتاب اسمه لا ديموكراسي سنسيبل، يعني شنية العلاقة ما بين الديمقراطية، ما بين الممارسة الديمقراطية وما بين لي ايموشن. هذا سام بوليتولوج فرنسي عمل خدمة على إسبانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا على لي زيلو لوكو في المحليات في البلديات وفي الميري وكذا، واللي بداوا بشوي بشوي يعملوا كارير بوليتيك، ودخل باش يفهم مشاركتهم في الأحزاب السياسية وفي الشأن السياسي اترافير لي ايموشن. هذاك علاش خرج ليدي نتاع ولا لو كونسيبت تاع لا ديموكراسي سنسيبل. دونك لو كوتي ايموشنيل ولات مهمه جدا في تحليل الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى غير ذلك. سي لي ايموشن. دونك هذه موجوده في المجموعات الالتريس. المقوله الثانيه الموجوده هي كل شيء اوريزونتال افقي، دونك ما هو عمودي غير موجود او ضعيف جدا في المجموعات هذه. دونك التصرف والحركه والفعل داخل المجموعات هذه هي اساسا هو فعل افقي. دونك نفهم انه لي جون شيرش كل ما هو افقي، مش معناها ما همش قابلين يعني كل علاقه فيها سلطه وفيها مساله عموديه ديجا. دونك هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه هو انه لي جون في لي جروب اولترا هما بيدهم يصنعوا الافكار وهما بيدهم يصنعوا الفعل. دونك اللي هو مش موجود داخل الاحزاب السياسيه لانه محتكر من طرف يعني فئه معينه. دونك هذو ثلاث حاجات نجم نضيفه اللي تخلي ان جون يمشي مع الفريق نتاعه مثلا للجزائر بكل الصعوبات الممكنه ويقعد يشدوه البوليسيه. فانا هذه خطر عملت انتروتيان مع الناس هذوما، ويتشد في ال في ال في الستاد قبل ما يدخل الستاد يتشد ويعدي الماتش كامل في الفاجون نتاع الشرطه نتاعهم نتاع الجزائريه ويسيبوه بعد الماتش. دونك هو عامل رحله من تونس لالجي باش يقعد يسمع الماتش في الوحده نتاع البوليسيه، وطبعا صارف وماشي بالبيس وبيت ليلتين وسويت سويت. وبالنسبه لي ومع هذا هو عنده اون فيغتي، يقول لك انا جو سوي فيغ لاني انا جو سوي اونجاجي. بون على غالب ما تمكنتش باش ندخل الاستاد، مي بالنسبه لي انا جي كومبلي لا ميسيون تاعي. دونك شوفوا لونجاجمون، هذا اونجاجمون هذا موجود راه في الاحزاب السياسيه تاع الحركات الوطنيه والاحزاب السياسيه تاع القرن العشرين، موجود الشيء هذا لونجاجمون بالطريقه هذه موجود. علاش ما عادش موجود في الـ لانه الاشياء تغيرت، التحولات الاجتماعيه كبيره خلات انه الاحزاب السياسيه ما نقولش انا باش تولي كيما لي غروب اولترا، نو سي با سا، مش هذا المقصود طبعا، ولكن ثم عناصر ثم مقولات ضروريه يلزم نهزوهم من مجموعات الالترس ونحاولوا نحطوهم في الاحزاب السياسيه بشكل ابداعي وابتكاري فو انفونتي باش نجم نعاود نبني الاحزاب السياسيه من جديد ونعطي الحيويه الشبابيه اللي هي ضروريه داخل الاحزاب السياسيه. دونك الاندينيوس الساخيتون واللي سانجيتوال في ايطاليا وغيرهم من النوع هذايا هما كيتبع على فكره تبع لو كومبورتمون بوليتيك نتاعهم والكومبورتمون معناها كيفاش يتصرفوا في الحملات الانتخابيه وخارج الحملات الانتخابيه نلقاوهم قراب برشا من مجموعات الالترس، قراب برشا. دونك سي بور سولا اللي القاوك الجاذبيه عند الشباب ودخل معاهم الشباب كقوه انتخابيه وكقوه تفكير وكقوه ضغط وكقوه ابتكار ايضا. دونك هذايا بوتاتر لازمنا نعملوا شويه انالوجي باش نفهموا يعني شنو الطلب نتاع الشباب، ماذا يطلب الشباب.
دونك اذا نفهموا هدايا النجم وقت اللي نهزوا الطلب هدايا بعناصره ونحطوه في الاحزاب السياسيه دونك النجم ربما نصنعوا احزاب سياسيه ما عادش فيها العلاقه بين الشيخ والمريد كما يقول الانثروبولوج ماروكان اسمه عبد الله حمودي يحكي في القصه هذه بالضبط يقول الاحزاب السياسيه نقابات ما من الجامعات تتحرك بمقوله الشيخ والمريد خذا الاستعاره من عالم التصوف وحطوا في الاستركتور بوليتيك الموجودين ولا الاستركتور سانديكال الموجودين ولا حتى الاستركتور يونيفرسيتير يقول انه الشيء اللي يحدد مختلف العلاقات ومختلف وعلاقات السلطه بمعناها سياسيه اقتصاديه رمزيه اللي هي دونك هي مقوله الشيخ والمريد دونك ما زلنا داخل الاحزاب السياسيه نشتغلوا بمقوله الشيخ والمريد اللي هي مقوله غايبه تماما في مجموعات الالترس. شكرا سي محمد. بسام باش نعطي اخر مداخله لبسام بعد ناخذوا الحضور اذا عندهم ملاحظات ولا اسئله للمتدخلين بعد نرجعكم في جوله اخرى. بسام في شنو هي معناتها انتم تتبعوا في الانتخابات بارقامها احصائياتها الفئات اللي تصوت البلايص اللي صوتوا فيهم مستواهم التعليمي الاجتماعي هذا كله نتصور عندكم معناتها من خلال دراستكم ومتابعتكم لكل المحطات الانتخابيه. نجم نقولوا صحيح نرميوا المنديل ونروحوا ولا مازال ثم امكانيه انه بالظروف وبالصوره اللي كنا نحكي فيها توا مع صديقنا محمد وصديقتنا عفاف انه يرجع الشباب يشارك مره اخرى في السياسه وخاصه هنا خلينا نحكي على العمليه الانتخابيه. هو نجم نقول لك اليوم الشاب بصفه عامه هو الفاعل السياسي في العمليه السياسيه ولو بالغياب. لانه العزوف اللي عبر به كطريقة للتعبير عزوف وعدم مشاركته وعدم ذهابه للانتخابات هو نوع من التعبير على عدم رضا على عدم قبول لحالة معينة وضعفها موقف هو موقف فماشي أمل بالطبيعة هو مادام نفسه ثم أمل والأمل موجود نمشيه فقط وثم حاجة ديما تغيب علينا وربما زاد هي هربت حتى بالأحزاب السياسية وما خلتهمش حتى يشتغلوا الفضاء الافتراضي اليوم أنا وعندي وليد 8 سنين عنده كل بلاي يلعب يتحدث مع سعودي يتحدث مع أمريكاني يتحدث ولا يتقن الإنجليزية من خلال اللعبة ويتحدث مع جميع العالم ويشوف في العالم كله إيش فيه من أفكار أخرى هذا صاروا الأكبر شوية على ذلك عالم آخر حدث ولا حرج قريب حتى يخطب لي من واحدة مكسيكي ولا شكون يعرف عليه فالاي ان شاء الله لا تايواني حاجه به مش شنو الحاسم الفضاء الافتراضي كان عنده دور هام في الحياه السياسيه ما بعد 2011 وال زاد التاثير هذه وزاد الاثر تقريبا ما بين 2017 الى حدود الايام هذه والفعل الاساسي في وسائل التواصل الاجتماعي والافتراضي هم الشباب هم الشباب فاليوم نحس وكأنه ثم هروب للشباب من الواقع من الواقع المعاش إلى فضاء افتراضي أعطاه الفرصة للتكلم والتعبير عن رأيه في كل وقت وفي كل زمن وبكل أريحية ولا ضابط ولا شروط صحيح هما في أغلب أحيان قادة للرأي العام احنا كان عندنا مشروع في جمعية عتيد مع منظمة دولية في 2018 وقمنا برصد لوسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحملة الانتخابية وعملنا حتى رصد مش حتى 21 يوم تاع الحملة الانتخابية عملنا 3 أشهر قبل الانتخابات وشفنا كيفاش صفحات الفيسبوك تتباع ما تكون صفحات تحكي على أمي سيسي وعلى الكسكسيت ولا صفحات تحكي على السياسة وعشان الانتخابي وشفنا عدة أشياء وبدينا نطلعوا شوية شوية على اللي زاد مين وين موجودين اللي في تونس وين وشكون هما واللي في الخارج وين وشكون هما ومدى التأثير نتاعه للأسف اللي لاحظناه وكان مكتوب في تقريرنا أنه جزء من الاستعمال الوسيلة هذه كان إما لضرب آخرين أو لافتعال ديزانتوكس على آخرين مش الاستعمال الإيجابي ونقول في الفترة الأخيرة بدينا نشوفه توجهات أخرى وهي توجهات
لو يبنى عليها ولو يتم تطويرها مش تكون جيدة وجيدة جدا. اليوم عندنا شباب مهتم ياسر بتسكي ديجيتال ماركتينج، الكلمة هذه التسويق الرقمي، وفي التسويق الرقمي كل ما تكونوا شباب فيها نلقاهم بعد ان برودوي اكسلون. اليوم الناس والشباب بصفة عامة، تحدث محمد الساعة قال افقي وقال الفكرة والفعل، ونزيد حاجة اخرى السرعة. اليوم الشباب ما عندوش وقت لو مش يقعد يسمع ياسر، وما عندوش وقت باش يقعد يتفرج في فيديو برشا، وما عندوش وقت باش يقرا مقال، يحب على تصويره فيها ملخص، ويحب مباشرة يتعدل العمل، يحب على برنامج. والتنفيذ اهم ساعات، التنفيذ نفسه اهم من فكرة البرنامج، على اهمية انه تكون فكرة البرنامج متقاسمة، وهي الفكرة المفترض اللي مش تبنى عليها كل ما يجي من بعدها. فثم عديد التحولات اللي قاعدة تصير، وتونس في المسار ان شاء الله ما زلنا في مسار ديمقراطي وما يصيرش ستوب، معناتها انفو بورتوت، ما انفو بورتوت ما سماش، واعطى الدكتاتوريات باللي قعدت لازم يجي بعدها مرحلة ثانية. نقول احنا اليوم في مرحلة صعيبة ومش يجي اكيد بعدها مرحلة اخرى، وللشباب نتصور ومتأكد من ذلك مش يكون فيها عندهم دور كبير، اما لكنس برشا قديم وخاصة لبناء جديد، ولبناء جديد محتاج برشا اكومبانيومون ومساعدة باش يمشي في الاتجاه الافضل. شكرا بسام، مازالت عندنا هكا جولة اخرى، لكن بعد ما نسمع الحضور اذا كان ثم اراء ولا اسئلة من الافضل انه اولا ما نطولوش لانه عنا دباء اخر بعد باش نوصلوا فيها مع صديقنا ايمن رزقي، مع الاستاذ منير السعيداني الباحث في الاجتماع، ليلى الرياحي من منصة البدائل، ووائل نوار على منظمة او حزب او تنظيم شنو مجموعة قام. دونك نخليو لهم المجال ما نطولوش برشا، دونك اسئلة او ملاحظات فيسع برقية، واذا كان متوجه لحد من المدخلين توجهوا لهم بهم مباشرة. باهي حمادي باش نبدا بيك معناتها من الاول، باهي حمادي واللي حاب يتكلم يقول لي. داكور حمادي. السلام عليكم. انا مش سؤال، هو بقدر ما هو تعليق. درنيرمون فما شاب مترشح للانتخابات التشريعية، عاد مشيت نصور معاه، قلت له انت كشاب؟ قال لي اش معناه انا كشاب؟ عمري 37 عام، راني انا اصلا مانيش فاهم روحي شاب ولا مانيش شاب. معناه في الاخر كيما يقول بورديو، لا جينيس ني كامو. معناه ما علاش ما فهمتش علاش برشا نحكيو شاب شاب؟ يعني الوضعية ما يسمى بالشباب ما هيش مختلفة لوضعية الشعب التونسي الكل، يعني الناس الكل فما عزوف، الناس الكل ما هيش في الأحزاب، فما زاد وضع جديد بعد 25 جويلية اللي هو ما عاش فما حاجة اسمها أحزاب بالمعنى الكلاسيكي، ودونك ما هيش وضعية خاصة بهم هما بركة. وزاد ما نجموش نقولوا انه الشباب في عزوف على المشاركة السياسية. سي محمد حكي على التراث، انا بالنسبه لي التراث هي مشاركه سياسيه بامتياز، معناها الكلام اللي يرفعوا فيه كرامه حريه عداله الاغاني نتاعهم السلوغان الكل اساسا معناها سياسه ماهوش حاجه اخرى. معناها عمر العبيدي اليوم ما عادش شهيد للتراث، اليوم شهيد سياسي بامتياز، لانه الاحزاب السياسيه كل تحكي عليه، منظمه المجتمع المدني، تحركات، بيانات، عريضه، هذا كل معناها سياسي ماهوش معناها حاجة أخرى، ماهوش محصور في دور للتراس كهو. دونك الشباب سي بافري، الشباب راه قاعد يقوم بالسياسة متاعو بطريقته هو الخاصة كما المجتمع التونسي الكل. وما نفهمش علاش ديما نحبوا نحصروا حزب ولا منظمة ولا مجتمع مدني ولا حاجة، ليه نحبوا نقوموا وحدنا؟ أنا مثلا قاعد نعمل في السياسة بالصحافة، معناها فما شكون غيري؟ مهدي قاعد يعمل في السياسة بالنقابة، كل حد كيفاش قاعد يمارس في السياسة متاعه، معناها فهمتني؟ معناها ماهوش
با فورسيمون تحصرونا في مكان معين وبا فورسيمون يكون فما سياسة وبا فورسيمون زادة نكونوا مشاركين، يعني مش كان الشباب بركة، يعني شعب كامل با فورسيمون يكون يشارك في السياسة، يعني ما يحبش ينتخب، ذي حقه حريته، يعني علاش ننتخبه ولا علاش لا ما نحبش، وهذا حقي زادة. شكرا حمادي. ما تبتعش مدام عواطف حكيت انت سي فري مدام عفيف سامحني على اللي كيفاش العوائق اللي تخلي لي جون ما يوصلوش في الاحزاب وكل ما فما حاجه زيدا اش معناها تقدم هكا اوكي خاطر فما حاجه زيدا اسكو لي جون هذوما اسكو لي دي جون كي اون دي لبيسور بوليتيك اي انتيليكتويل اللي تخليهم هما بيدهم يكونوا في معناها عندهم فاعلين سياسيين، معناها نعرفوا احنا قداش المستوى التعليمي طاح وقداش الجامعة ما عادش تأدي في دورها في لونكادرومون بوليتيك ولا حتى انتيليكتويل. دونك اوكي لي جون، مي شكون لي جون هذوك؟ وثاني حاجة هي الفعل السياسي اسكو قاعد يغير في ماسكا، معناتها كي راهو حتى لي جون حتى لونتوراج الناس اللي دايرة بينا يقول لك اسكو الفعل السياسي قاعد يغير حاجة في ظل معناه فما لوبيات في المجال الاقتصادي، فما الفمي معناتها فما دي ستركتور اخرين كي امبوز اون بوليتيك معينه. دونك قداش الفعل السياسي قاعد مهم وقاعد يجم بد نحكي على البوليتيك بوليتيسيان، خاطر من بعد نجمو نعملو السياسه كما قال حمادي اترافير البارتيسيباسيون في دي ستركتور اخرين معناه كما المجتمع المدني. ميرسي رحاب. صديق امشي هكا شويه، امشي مغادي شويه، اطلع اطلع درجتين سامحني، اطلع درجتين وتلفت للبيبليك. عسلامة. جاسر رياحي، طالب في العلوم القانونيه اختصاص قانون عام. الحاجه اللي تخلي نتسالوها شنو الحاجه اللي تخلي الحوار نتاعنا اليوم والنقاش نتاعنا اليوم هو ضروري بخصوص الشباب في علاقه نتاعو بالسياسه؟ نراهم حاجتين. الحاجه الاولى في كي نحكيو على التمثيليه، كي احنا في اطار ديمقراطيه تمثيليه، من غير المنطقي انه راه يكون فما جزء كبير برشا من الشعب يكون ديجا ماهوش ممثل في 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 اخذ القرار، وهو بحد ذاته حق الاراده الشعبيه. هذا من جهه. من جهه اخرى زاده وهي على المستوى الضروره من حيث المعالجه للقضايا السياسيه اليوم، خاطر كي نشوفوا فما ناس ما زالت في الماضي، الشباب هو باش يحكي لنا كيفاش نمشيو احنا في المستقبل، اسختو العشر سنين الاخرانيه في ظهور نتاع البلوك تشين، في ظهور نتاع التكنولوجيات الجديده، تخلي بلي من الضروري راهم حاجات مش بالسهل انه حتى تفهمها تفهمها الاجيال اللي سابقه، خاطر ماهيش نتيجه العصر نتاعها. هذا اللي يخلي انه الحضور نتاع الشباب يعني المستوى السياسي يكون مهم. طبعا على مستوى الاحزاب كي نربطوا كلام هذا بهم، عندنا مشكله كل ما نسمع ونختم بهذا، كل ما نسمع خطاب سياسي نسمع شكون يقول نحب نبدل التاريخ، نحب ايش تبدل التاريخ؟ لذا مازلنا في فكره باللي يعني كاينين نتفرج في الزعيم الحبيب بورقيبه مازال قاعد يحكي وناس تحب تحرر بلدانها ومازلنا في عهد الاستعمار. لا يا خويا اجيني اعمل لي مشروع صغير، اعمل لي مؤسسه، قوي لي مؤسسه، اعمل لي مؤسسه عموميه اخرى تحل مشاكل، اعمل لي سياسه عموميه واحده وامشي على روحك توجيه غيرك يبدل. لذا هذه فكره انك تحب تبدل التاريخ اللي تاخذ برشا وقت واللي يمشي في مخ الانسان اللي عنده اكثر وقت باش يمارس فيه السياسه، يخلي بلي مساله التشبث نتاعو مساله الباساسيون حاجه غير مطروحه، خاطر مش بسهل باش انه يمرر اللي بعضه. شكرا. ميرسي عبد الحميد. حط اوكي بلي نختصر المداخلات خاطر نحب نخلي الفرصه للدباء اللي بعد. جست مش نقول على ملاحظه صغيره في 2011، بما انه الفضاء العام معناها تحل معناها ثم حريه للتنظم، أقبل الشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية، وبرشا الناس دخلت معناها في الأحزاب الكل. لكن يظهر لي من 2014 بدأ العزوف من 2014، ملي صار النتائج اللي أفرزتها انتخابات 2014 خلت الشباب ينفر أكثر من العملية السياسية في وسط الأحزاب ويمشي المجتمع المدني، خاطر عنده حيوية أكثر وعنده طرق عمل خير من الأحزاب. سؤالي سي محمد جويلي، هل أنه المجتمع المدني
يجم يكون بعد في مرحلة قادمة ياخذ بلاصة الأحزاب في معناها يكون منصة محلولة باش الشباب يكون يشارك في العملية السياسية. شكرا عبد الحميد. آخر مداخلة عنا، فماش مداخلات أخرى؟ آخر مداخلة. خذ الميكرو. شكرا لكم على المداخلات. حبيت المدام عفيف نحكي على الظرفية التاريخية بتاع 2011، هي كانت نوعا ما طبيعية أن يكون الشباب موش متواجد في الأحزاب في 2011، لأن الظرفية التاريخية والحتى الكونتكست السياق بتاع 2011 كانت انتخابات المناضلين، وهذه حاجة عادية اللي كانوا المناضلين ناس قدم عندهم تاريخ سياسي كبير، ما غير ذكر أسماء وحتى حفظ الألقاب، مصطفى مرزوقي، مصطفى بن جعفر الغنوش، هذه حاجة طبيعية إن تكون انتخابات 2011 هي الانتخابات الأولى باش يكونوا فيها المناضلين، خاطر هذوك هم اللي ناضلوا، ما خليناش الشباب ناضل في أحد بن علي، ولأن لكن بعد لا نعرف نعرف ما نحكي لك على نحكيو على الليدرشيب، نحن القيادة في الأحزاب تكون طبيعية لتكون عند مي العوامل الهيكلية اللي خلت الأحزاب الشباب موش موجود في الأحزاب، إنه بعد 2011 وقت عملنا التأسيس الأحزاب كانت عندها مشكلة في الديمومة لا بيرينيتي دي بارتي، وقت كانت وليت عندها مشكلة بتاع ديمومة، ولاو الشباب يلقاو مشكلة إنه في التأطير ولا باش يقعدوا يعملوا فترة زمنية في حزب يتعلموا السياسة، كانت هناك مشكلة بتاع ديمومة اللي خلت الشباب موش متواجد في الأحزاب. لكن 2014 الوقت صارت انتخابات 2014 اللي هي كانت تاريخية، خاطر دخلنا هنا في العهد بتاع الميل السياسي، وكانت انتخابات 2014 تكون من أسخن الانتخابات في تاريخ تونس على المستوى الميل السياسي، هنا وليت الحظوة بالتاريخ النضالي والحظوة المالية، شنو باش تعطي للحزب باش تكون انت موجود، والحظوة المالية ماهيش متوفرة للشباب التونسي، ما يولي عنده نوعا ما من القدرة المالية، نحن نقول وقت الحصاد لاج دو لا ريكولت يوصف ال 50 سنة 51 سنة تنجم تكون عنده فلوس باش يولي 70 ولا لا نعرف، هذه العوامل الهيكلية وما فيها غياب التمويل الأحزاب. لكن نحب نقول حتى سي محمد يعرف ثم عوامل ثقافية وتاريخية عند التوانسة اللي تتخلي الشباب ماهوش موجود، اللي عوامل تاريخية هي غياب ثقافة العمل الجماعي في تونس، انت تعرفها معني تسيير المؤسسات management of organization في تونس عندنا مشكلة هذه ضعف فيها، وسي محمد انا هذه قعدت به معني في تونس كيفاش ما يقراوش بعد 2011 نحن نشوفوا جمعياتنا الكروية تدخل القائمة اللي كانت نحن عادنا كنا نجمو كان نشوفوا الكورة قبل، تدخل القائمة فيها رئيس جمعية ومعها 12 مسير في الاخر يأخذ كان رئيس جمعية ونائب الرئيس معه، هنا كانت عادنا مشكلة في تسيير العمل الجماعي اللي خلى عادنا مشكلة في الأحزاب تصير فيها ديمومة وتصير فيها تقعد الأحزاب وتصير انتخابات وسط الأحزاب اللي كما تصير في دول أخرى، حتى الترقي بتاع الشباب باش يوصل من منصب إلى منصب يمر بالمراحل كي حزب كبير تصير فيه دي بريمير ومن بعد باش تخلط المناصب القيادية. السؤال بسيط طول سي محمد، كيفاش تفسر ان الحركات طول في العالم الاكستريم دروات الاكستريم جوش قعدوا مازالوا هما يجذبوا طول في الشباب، نشوفوا نحن ميلونشون عنده شباب، نشوفوا حتى ماري لوبين حزب شبابي، وشفنا البارح شباب ماري لوبين هبطوا للشوارع، هما معناه كان مازال عندهم وجود كبير في الطرفين معناه في الاكستريم. وشكرا لك. شكرا لك. نجم نطلبكم كل واحد دقيقه 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 ما فوتوش. اوكي اوكي. عفيف فما برشا نقاط تم طرحها اللي هي مهمه، اما السؤال على لي بيسور نتاع الشباب، انا ديجا قلت اني رافي ومي مهوني في شيء مهوني في مي، الشباب اللي متكون في الاحزاب ولا تعدى من المنظمات الشبابيه في الجامعه ولا النقابيه، فما عندنا برشا شباب مكون، لكن زيتا من دور الأحزاب هذا اللي حكيت عليه اللي هو يأطر ويكون الشباب هذايا، وهذه هي مشكلة التأطير والتنقل والتقاء لقاء الشباب في مكانه باش يكونوا، وانا نجم نقول لك هذه حقيقة الشباب
مش معناتها فما ثروة اللي تجم تخرج منه زيت، صحيح ممكن الجامعة ولا المدرسة ما 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 كونتش، ولكن انت شوف الانفجار الثوري متاع اللي صار في الثورة من في 2011، حتى الطاقات متاع الإبداع، الطاقات متاع الغناء، الطاقات اللي دراهم الفنانين في الشوارع اللي معناتها كيفون دلا بانتور، موجودة الثروة الشبابية، لكن ها ناقصة تأثير، ناقصة تأثير في الجامعة، ناقصة تأثير في الـ في الـ في الـ معناتها في الساحة العمومية وفي الأحزاب، هذه النقطة الأولى، لكن موجودة. فما حكاية السياسات وعلاش نعملوا الأحزاب وعلاش نعملوا الخيارات، ونحن عنا سياسات مسقطة علينا من الفامي. يعني باش نحكي لك كومان ايكونوميست واللي كلكان كي افي دي غروس نيغوسياسيون، راهو لي نيغوسياسيون مع الفامي ولا البنك مونديال ولا اي مكان هي نيغوسياسيون تاع ايكيليبر دو فورس و دو سافوار. كي تجي انت تعرف شنو هي سياساتك، كيفاش تحب تبدل الرؤية نتاعك وبلادك، تجم تناقش لفامي، راهو يعطي في إملاءاته لأنه أمامه فما فراغ، كي يبدأ فما فراغ يعطي إملاءاته. نقطة مهمة أخرى نحكيه على اللي قالها حمادي جبانس، أنا مثالش عندي حقي اللي نكون موجود في أي بقعة بالطبيعة، لكن عنا هدف اللي هو تغيير السياسة العامة. كيف يمكن تغيير السياسة العامة والقوانين؟ شكون باش يوصل القوانين هذه؟ كيف يمكن المناصرة؟ هل السياسة في الإعلام أو السياسة في الولترا مهمة ياسر، ولكن نزمو نوصلوا لدرجة أخرى، هما سكو جابيل أنا الجسور بين هل الفعل السياسي المختلف والسياسات العامة، وهذه الجسور موجودة في البلدان اللي الديمقراطية متاحة متقدمة، الجسور بين المجتمع المدني والعالم السياسي، بين المجتمع المدني والفاعل السياسي، بين الولترا، وهنا نراوهم اللي تراو الجراس روت موفمنت في الإتازيوني اللي هما مش فورسيمون تابعين حزب، ولكن وقتها فما انتخابات اكسترا، فما اختيارات سياسية لمن نتوجه. ونحن عنا هنا نرجع لشيطانة السياسة اللي هذا كل بعيد على الأحزاب وما فماش هذي الجسور هذية. فما نقطة نختم، نقطة مهمة قلتها لي اللي هي في 2011 وهي متاع المناضلين، صحيح، لكن كان فما مناضلين شباب، وفما شباب خرج في الشوارع، وفما شباب كان في القصبة واحد والقصبة اثنين، وبعد ذلك كلهم تفرتوا كولاد الحجلة، فما شباب كان في الأحزاب هذه المناضلة، ولكن في الأخر خلينا كأنه نورمال ياسر يبقاو معناتها المناضلين هما اللي فوق 70. ليه؟ أنا هنا وين مش موافقتك، اللي النضال واللي الشباب، وعلاش قلت ملول شوية ملحنة وشوية منتر، ليه أنا نرفض فكرة اللي لأنه نخلي تدرج عمري وتدرج قديم، كان المكان مفتوح لكلهم باش يكونوا، ولكن في المجلس التأسيسي يبقى من 10% من الشباب. هذه مشكلة معناتها فوندامونتال اللي صارت في الثورة، اللي خلينا المجال لأنه خلي بوك وخلي القديم وخلي كذا. وهنا نجم نقول باش نكمل اللي بوتيتخ الفرصة هذية هي فرصة تغيير، لأنه الانقلاب ولا التغيير ولا الرجوع على الديمقراطية مش باش يدوم، لكن تجم تكون الفرصة لإعادة البناء، إعادة البناء وتغيير المونتاليتي اللي عنا، اللي الشباب قادر، واللي ما هيش مشكلة عمره وتدرج ولازم نستنى لعمره 60 و70 و50 باش يتعدى خاطر النضلي قبلي، المكان موجود لكل الناس في أغلبية معناتها النضال السياسي والمجالس والمنظمات بصفة عامة. شكرا سي محمد. شكرا مهدي. نبدأ بالسؤال الأخراني، الاكستريم دروات والاكستريم غوش والشباب. شوف، ثم جزء من الشباب معني بكل ما هو اكستريم، ويجد في ذلك نوع من الإجابة على تساؤلات كل واحد والتساؤلات متاعه، لأنه فيها زادة بكود إيموسيون. وذلك علاش الاكستريميزم موجود في الشباب، ينجم يمشي الاكستريم دروات اكستريم غوش، يمشي للشبكات الإرهابية كيف كيف، ويمشي للمجموعات الألترس كيف كيف، حتى فيها اكستريميزم في الـ في الـ في الـ في الكومبورتمون بتاعهم. اي بيان سور. دونك ثم جزء من الشباب يمشي اكثر يعني لما هو اكستريم في الاكستريم، وحتى السبور اكستريم توا فما صعود كبير ياسر للنوعية هذه. دونك هذاك اللي يفسر انه جزء من الشباب، لانه الشباب
سيفغي الشباب ماهوش سله واحده دونك متعدد متنوع والطلبات ولي دوموند دي جون مختلفين ثم مازال شباب عنده طلب ايديولوجي او طلب على الايديولوجيا ضعيف العدد مش كما في القرن العشرين ولكن يبقى ديما موجود واذا كانش نلقاوهم في الاحزاب الايديولوجيه مازالوا حاضرين كالكو باخ دونك هذا اللي يفسر انه جزء من الشباب معني بما هو يعني قصوي انشانا الفكره العلاقه ما بين المجتمع المدني صديقنا اللي طرح سؤال مهم نعتبر انه اذا ثم نقله كبيره باش تصير في تونس في اعتقادي باش تصير عن طريق الشباب عن طريق المجتمع المدني دونك هذه الفرصه اللي مازالت موجوده لانه دايوغ لو تعمل مقارنه ستجد انه الشباب موجود اكثر عنده اكثر حضور واكثر اهتمام واكثر ربما مصلحه في انه يكون موجود في المجتمع المدني او في مؤسسات المجتمع المدني لانه كيف زاد نفس الشيء اولا فيها تعبيرات مختلفه المجتمع المدني يختار التعبيرات المتعدده للمجتمع المدني فيها الجانب المشاركه فيها جانب المسؤوليه فيها جانب المرافقه فيها جانب الابتكار فيها جانب انه هو يبون لي شوز معناها لو ديستان يهزو بين يدي دونك سون ديستان دونك هذايا زاد كيف توا هذه اذا نجم نحطوها بين ظفرين الايديولوجيا هذه الايديولوجيا الجديده توا اوكي هذه اللي تمشي في الامور توا والحركات بشكل عام اللي فقت وتعرف انه هذايا هو الشيء اللي ينجم يخلي الشباب يمشي هي الحركات توا اللي ناجحه اكثر لانه فاقت او تعرف شنو هي التحولات اللي صارت وتعرف سي كوا لا دوموند بالضبط شنو الطلب الاجتماعي الموجود توا دونك وهي تعطيه ما يناسبه وبالتالي تتخلق الفيداليتي وكل العلاقه ما بين كل الاطراف وشكرا. شكرا بسام شكرا مش ناخذ وقت قصير جدا دقيقة اللي قلت عليها ونبدأ منين انتهى سي محمد على الفيديليتي احنا اليوم جمعية عتيد نرجع ديما الجمعية اللي انا من خلالها نشط ونحاول من خلالها تحقيق الفكرة اللي في بالي على بلادي على كل اليوم عندنا عديد المنخرطين في الجمعية يفتخروا كيف نقولوا احنا عتيديين سمير واحنا انا عتيدي وافتخر الجمعية متاعنا مبنية على فكرة انه كل انسان عنده انتماء عنده فكرة سياسية اكستريم ولا مش اكستريم يخليها قدام الباب متاع الجمعية ويدخل فيتم النقاش ويتم الحوار على حد ادنى من المشترك والحد الادنى يتطور بالوقت وهذا هام جدا انه في تونس نلقاو الاطار باش نتفقوا على حد معين ثم نطور ونتشاركوا في فكرة ما أهم المجتمع المدني أكيد جدا هو إطار أمثل ولو أنه الأحزاب أو تعريفيا هي جزء من المجتمع المدني لكن خلينا في المجتمع المدني الجمعياتي هي إطار مناسب وكان ليه دور كبير ياسر في المحطات السابقة ونتصور في المستقبل مش يكون ليه دور أكبر وجمعياتنا مفتوحة للجميع مرحبا بكم اللي يحب ينضم ويشاركنا الفكرة عشك بسام ماتر رئيس منظمة عتيد مرحبا بك مرة أخرى سي محمد جويلي باحث في العلم الاجتماعي مرحبا بك مرة أخرى عفاف داود رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل مرحبا بك مرة أخرى شكرا على الإفادة اللي قدمتها لنا شكرا لكم الكل على الانتباه وعلى المشاركة ترتيحة درجين مجازين نواة عندكم الضيوف بحذاكم نرجعوا بعد درجين الأيمن الرزقي بعد ما كنا نحكيه على الشباب باش نحكيه فيما بعد على البديل اللي سميناها احنا البديل المفقود درجين ونرجع مرة اخرى شكراً.